استمراراً للجهود الحثيثة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة لتخفيف العبء عن الأهالي وتحفيز الطلاب على الالتحاق بالتعليم، دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمديرية المكلا مشروع توزيع الحقيبة والزي المدرسي لآلاف الطلاب في المدارس الحكومية وعدد من المراكز الاجتماعية لفئات الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة. اليوم هذا دشنا توزيع حقيبة مدرسية في المكلا لعدد تقريبا 1150 طالب وطالبة. نحن اليوم في هنا في الاستقلال بحضور الأستاذ عبد المجيد الشيخ مدير التربية المديرية، وكذلك يعني رئيس مجلس الأعلى بالمدرسة والمديرة. دشنا توزيع الحقائب لعدد من الطلاب تقريبا في حدود يعني 150 طالب وطالبة. كما ترون هناك في فرحة جياشة بهذه الحقيبة، وإن شاء الله يعني يستمر هذا الخير إن شاء الله. ونحن نتعسف كثير في الهلال الأحمر الإماراتي دائما في دعم وكذلك تقديم مساعدة للجانب التعليمي في المحافظة. وعقب التدشين تجول وفد الهلال الأحمر الإماراتي بمعية مدير إدارة التربية والتعليم بمديرية المكلا في أروقة مدرسة الاستقلال للتعليم الأساسي، وتم توزيع الحقيبة المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمناسبة انطلاقة العام الدراسي الجديد والعودة للمدارس. بالتنسيق مع مكتب التربية والتعليم بالمحافظة ممثلا بالأستاذ جمال سالم عبدون الوكيل الأول للوزارة مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، تم اليوم التدشين للحقيبة المدرسية المدعومة من الهلال الأحمر الإماراتي. هذا الدعم ليس نقول البداية، بل هناك دعم متواصل من قبل الهلال الأحمر الإماراتي للمدارس في سواء كان في مديرية مدينة المكلا أو على مستوى المحافظة. ندشن اليوم بمديرية المكلا مشروع الحقيبة والملابس والأدوات المدرسية لعدد 2400 طالب وطالبة في عدد من مديريات محافظة حضرموت. إن هذه المساعدات تأتي انطلاقا من حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم القطاع التعليمي في محافظة حضرموت، وذلك استمرارا لجهودها الحثيثة لتطبيع الحياة التربوية عبر المؤسسات التعليمية لتسهيل. الطلاب عبروا عن تقديرهم لهذه اللفتة الإنسانية من دولة الإمارات وامتنانهم للجهود المتواصلة من قبل فريق الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت وتدشينه هذا المشروع الذي يخفف العبء عن أسرهم في ظل ما تعانيه البلاد من أوضاع اقتصادية صعبة.